مساء الخير، هذا بيعرف مين الشخصية اللي عم يرسمها؟ شلت المايك، إن شاء الله الصوت أزبط هلا. إذا الصوت أحسن يا ريت تكتبوا لي بهش. هي انطلبت اني ارسمها او انطلب مني اني ارسمها، اسمها شروق، بس الحقيقة ماني متابعها مظبوط، ما بعرف اذا راحة نفسية. اعملوا لها تاج اذا كانت موجودة تشوفها. اليوم راح نلولها. راح اشتغل الوان خشبيه. تمام، الصوت منيح. تمام، راح نستنى شوي قبل ما نبدأ. أكيد راح بلش، بس عم بظبط بعض الأدوات. الله يعافيك يا صديقي. استنى استنى استنى.
عفوا صديقي، هو الرسم بس ممارسة. وقت الشخص بيحب شغله أكيد رح يعطيه أكتر. أهلا أميرة، يلا تابعوا الدرس هون اليوم. Yes.
خلي الورقة مثل ما شايفين عم بستخدم لون للتغميق ولون بيكون أساسي هو اللي بدمج فيه وهو اللي بغطي فيه المساحات. تقريبا الدرجات البنية هي اللي عم بستخدمها نعمل التفاصيل، وهذا اللون اللحمي. الألوان اللي عم بستعملها لهلا هي ألوان فيبر كاستر عادية، 24 لون كرتوني الحمراء. أردت تعمل مشاركة إلى البث حتى يوصل لأكبر عدد من الناس.
هذا كل شيء له شيء، أكيد لما بيكون طلب بدك تكون متأيد بوقت، يعني لازم تتعود على السرعة، حاول تتدرب على سكتشات، هالشي راح يفيدك أكيد.
أهلا بجميع أصدقائي. هلا والله أبو جاسم. شيروا البس ليوصل أكثر. يا حبيبي، لا 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 لا
هذا يسمك صديقي.
هلا صديقي حمود، الحمد لله تمام. أنا من الموجودين شيلوا البث. مثل ما شايفين ما في شيء اسمه اني انهي جزء، نضل عم نضيف
طول الوقت تقريبا الرسمة بتنتهي كلها مع بعضها أو بشكل قريب مع بعض. تقريبا انا بعمل الظل بنفسجي افتح لون عندي بحاول ادمج فيه.
شايفين انه من داخل اكتر من اللون احمر برتقالي، واللون اللحم الموجود بالعلبة تقريبا كل الانواع. هو بيكون الاساسي اللي راح يدمج كل هاي الالوان، لون اللحم. اكتبوا لي رأيكم بالرسم اللي هلا.
أكيد مستمر صديق، دعمك تستمع التومة بس. ده شوف شغلك، يعني ما في مهرب. صحيح أنا رسمت قبل هلأ بس برصاص. أنا اشتغلت مع مجموعة مستوى أول، وحاليا مجموعة مستوى ثاني على أساس اشتغل أنا وياهم بالألوان.
أكيد صديقي، كل الأصدقاء وكل المتابعين راح يكون لنا رسومات عنده. زاروك 95، مثل ما قلت كل الأصدقاء وكل المتابعين راح يكون لنا رسومات عنده. انت بالاساس بترسمي، صلح لك رسمتك. التوم ألف مبروك. تقريبا بحدود 130 جرام.
دخلنا مباراة مع بعض فيه. يسعد مساكم أصدقائي، أتمنى تشيروا البث، تدعوا أصدقائكم المهتمين بالرسم يتابعونا. الأيام في كأنه مشكلة بالعين، خليك شوي أزبط. والله بس ضيقت انا شوي هلا.
أنا من الأصدقاء الجدد اللي انضموا معنا.
هلا هون مثلا ممكن مرحلتين او ثلاثة، بس ما انا مراحل، يعني ممكن نعتبرها جلسات بما اني راح اشتغل باكثر من شغل. يعني مثلا الوجه حتى لو اشتغلت فيه بس ممكن ما يكون منتهي، يعني ممكن باخر اللوحة ارجع اشتغل عليه شوي. مثلا نفس الشيء بالنسبة للشعر، يعني في شيء بينتهي فورا.
ترجمة
الثانية واش هادي رسمة ولا غير صورة تتعلم فيها؟ غير صورة. ايه فطوم بن حفز يا هلا شو عم اليوم؟ لكن شايف شروق إذا بتعرف شروق شخصية عامة موجودة على التيك توك بعرفها بعرفها هلا عم تسمع بالضبط رسمتها قبل هالمرة بقلم رصاص وهلا حاليا عم برسمها بالألوان الخشبية طيب ارسم شي حدا غيره يعني بما اني بدأت فيها بحاول انهيها بس للرسم نعم بما اني بدأت فيها فعم حاول انهيها لانه في مجموعة عندي عم بعطيهم دروس تقريبا بدأنا فيها ايوه عم حاول انهيها معهم سوري انا عندي اخ طلاب في بعلم الرسم ايه بس ما على التيك توك على الماسنجر وعلى اليوتيوب يلا بالإذن الله معك هلا هلا يعطيك العافية الله يعافيك يا رب هلا صديقي أحمد
يا هلا. أحلى سلطان يا هلا. حضرتك وين موجود؟ سجاني في صوت صوت مقبول.
شلون صحيح؟ هلا صديقي، شلون جاي؟ برسو شو نسوي؟ هاي راح اوقف هون، هاي رسمي والصورة. راح اوقف هون، إذا في أي سؤال أو استفسار راح أبقى 5 دقايق وبعدين نسكر. قلب نورت. يا هلا، كيفك خي، شو اخبارك؟ شكرا مبارك، كيف شكري حزران؟ جام مكاسي نو حزرين فرد شكرينا حزرية وكي شكري ماهر، شو اسأل ماهر جام من مشرفة ماهر كاسي نو حزريني ما نحن نظر ما يبقى عم بس
يا هلا جاهم، سعيد مساك. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا يا خيي؟ فندم؟ أفندم أبي؟ الصوت غير واضح. أنا من تركيا يا خيي، أنا من تركيا، من وين حضرتك؟ أنا من سوريا. بيكاسو حبيبي يا حبيبي يا خيي، من وين؟ من سوريا. ما سمعتك. من وين من سوريا يا خيي؟ من وين من سوريا؟ حمص.
طيب أصدقائي الصامدين حمود وفطوم، انت الصمت لآخر الشيء. شو رأيكم بالرسمة؟ تسلم يا فطوم، تسلم يا صديقي حمود، إن شاء الله. طيب ماشي، تصبح على خير حاليا، يلا سلام. هلا البث بنحفظ عندي هون، بس المشكلة وقت بدي انشره ما بقدر اعمل له مونتاج، يعني بده يكون بالوقت مثل ما هو نفس الوقت. هلا رسم الماضي، رسم الماضي نزلته على اليوتيوب، الفحم اذا شفتيها نفس النمط. يعني نفس النمط، هذه كانت بس مباشر. لما اجي بدي اعمل له مونتاج اقطع الفواصل او الوقت الفاضي، صار حجمها شي 6 جيجا، لهيك نشرتها مثل ما هي. طيب يلا هلا سلام.